عبر منصة واحدة تجسدت من خلالها ثقافات الدول وتنوعت حضاراتها، وذلك في مسعى لتعزيز مفهوم السياحة لكل دولة عبر ما تقدمه وتعرفه للسائح. يأتي معرض سوق السفر العربي هذا العام حاملا في جعبته الكثير من الفرص والاتجاهات التي تعزز من نمو هذه الصناعة، وسط حضور لافت من الدول المشاركة التي تبحث فرص نمو هذا القطاع بالمنطقة. نحن سعداء أيضا أن نكون متواجدين في هذا المعرض العالمي سوق السفر العربي، وعمان دائما متواجدة في هذا المحفل لأنه يعتبر باكورة الفعاليات السياحية على مستوى المنطقة، وحققنا من خلال إنجازات ممتازة جدا فيما يتعلق بالتعريف بالسلطنة وإمكاناتها السياحية عبر السنوات الماضية. ويشهد القطاع السياحي بالمنطقة نموا لافتا، حيث يقدر حجم الانفاق على تطويره بنحو 90 مليار دولار، وذلك في ظل التدفق الملحوظ لأعداد السياح لا سيما الخليجيين منهم، حيث تسهم هذه الفئة من السياح في دعم الناتج المحلي للكثير من الدول، كما تفرض في الوقت نفسه تكثيف الجهود الترويجية لجذب واستقطاب المزيد من السياح الخليجيين. يعني السياحة الخليجية تمثل تقريبا 100,000 سائح خليجي، ولكن هو سائح من نوعية خاصة، هو له قيمة مضافة. سائح خليجي وبينفق وبيمكت بشكل كبير جدا، وكذلك يمكت في فنادق فخمة ويأتي مع عائلته في تسوق في تبضع. إذا القيمة المضافة للسائح الخليجي كبيرة جدا، هو من هو في أعلى الهرم من ناحية القيمة المضافة. إذا حين نقول يعني 100,000، إذا 100,000 يعني شخص هم بينفقوا بشكل كبير جدا. إذا نحن في إطار الاستراتيجية التي وضعناها نريد أن نصل إلى 200,000 خليجي بيجونا من دول الخليج. السياحة طبعا في تركيا مهمة جدا، بلغت العام الماضي العدد أو ما زادت عن 37 مليون سائح، وكانت للدول الخليج أيضا دور، يعني دور كبير في هذا الزيادة. بلغت العدد القادمين من دول الخليج ما يقارب 500,000 شخص، وأيضا لهم دور في الدخل القومي، زيادة الدخل القومي التركي، حيث يساهمون بما يقارب 5% من مجموع الدخل القومي التركي. ويتوقع الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة تضاعف حجم السياحة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط 3 مرات حتى عام 2030، ليصل بذلك إجمالي عدد السياح الدوليين إلى 145 مليون زائر.